مساء الخير على السادة المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف وحكاية. النهاردة زي ما وعدناكم إن شاء الله هيكون معانا كل مرة ضيف مش عادي، ضيف متميز. النهاردة هيكون معانا ضيفة متميزة جدا على المستوى المهني وعلى المستوى الأسري، هنتعرف بيها بس بعد الفاصل. معانا فيديو، تعالوا نشوفه سوا. وعدنا تاني بعد الفيديو، ونرحب بضيفتنا اللي منورانا النهاردة في البرنامج، الدكتوره وئام الشهابي، استشاري وطب وجراحه العيون والليزك. اهلا بحضرتك، اهلا بك، شرفتينا النهارده. عندنا اسئله كتير عايزين نقول لحضرتك عليها، وان شاء الله يعني يبقى جمهورنا استفاد منها كتير جدا. احنا عايزين نتكلم على حاجه انتشرت قوي اليومين دولي، وبدات بعض الناس بتنقسم فيها، يعني كلام ان هي كويسه او مش كويسه، او ان هي لها اضرار او ملهاش اضرار، وهي العدسات اللاصقه. حضرتك ايه رايك؟ العدسات اللاصقه من زمان وهي موجوده، بس العدسات اللاصقه دي الوان وانواع كتير جدا. أهم حاجة عندنا في العدسات اللاصقة أولا جودتها ونوعها. يعني أهم حاجة في العدسة الكونتنت بتاعها، السوفت كونتنت بتاعها، لأن لازم نبقى عارفين إن العدسة دي بتتحط على القرنية، أغلى حتة عندنا في العين. القرنية دي تمثل 3/4 قوة الإبصار، أغلى حتة فعلا حقيقة في العين، لأن العين دي بتشوف بالقرنية والعدسة الداخلية، والاثنين دول تساوي قوة الإبصار. القرنية دي تساوي 3/4 قوة الإبصار. ده بس عشان نعرف إحنا بنحط فين. طيب اللينس دلوقتي انا حطيتها على الكورنيا القرنيه. الكورنيا ديت العضو الوحيد اللي في الجسم ما بيوصلوش دم. يعني لو جينا سالنا في المعلومات العامه كده للناس، ايه الحته اللي في العين او في الجسم كله ما بيوصلهاش دم؟ اي حته في الجسم، ان شاء الله في ادق حته في العظام، في اي حته بيوصل لها دم ما عدا الكورنيا دي. وربنا احتفظ بالخاصيه دي للقرنيه على مستوى الجسم كله، لانها تحتفظ بشفافيتها، ما بيوصلهاش ولا اي بلاد فيزل كده يغمقها سن. سبحان الله. كويس، فهي دلوقتي بريليانت وشفافه جدا، ما بيوصلهاش دم، هي غذاها من الدموع اللي موجوده فوق الكورنيا دي. انت بتحط العدسه دي على فين؟ على الكورنيا. منعت عنها مين؟ التير فيلم او الدموع اللي نازله لها دي. طبيعه العدسه اللي هتركب على الكورنيا لازم تكون سوفت كفايه، ان هي مهما كانت سوفت برضو، انا عايزه اقول لك ان افخم العدسات في السوفت كونتنت بتدخل تير فيلم من تحتها لا يكاد يكون 10% من الطبيعي اللي انا بتنفذ بيه بالقرن. تمام. فانا دلوقتي اهم حاجه جوده العدسه ان هي تكون سوفت كونتنت كفايه، عشان كده احنا بنقول العدسات الديلي دي احسن واحده، اللي هي بتتلبس يوم واحد وتترمي. في محيطنا مفيش حد بيستخدمها غير قله القليلين. تمام. طيب ادي اول شرط. تاني شرط، مهما كان وانا جبت الديليوز تمام وخدتها، ما اسمحش بانها تكون موجوده طول اليوم. ليه التعذيب ده؟ انا بالكتير البسها 8 ساعات تمام لما اكون بره، ده رايي. تمام. انا لما دخلت البيت، انا عايزه البنات يفهموا، لان انا الحكايه دي حصلت فيها مشاكل كتير جدا. انا لما اجي البس اللينز واقلع اللينز في شنطتي، بالذات الاصل البنات 3/4 الناس اللي بيلبسوا العدسات، في شنطتي المحلول بتاع العدسات، العلبه اللي هحط فيها اللينس، والنظاره الطبيه بالذات لو انا لابس لينس طبيه. في اي وقت من الاوقات يحصل اريتيشن وقلق في العين انا هقلعها، وطبعا معايا ايه؟ ديس انفكتنت او الكحول او اي حاجه هنضف بيه ايدي، وهقلع اللينس احطها طالما وجعت لي عيني. انا مفيش اغلى حاجه عندي من القرنيه. الحاجات اللي البنات بيغلطوا فيها كتير جدا، ودي اتقابلتني مشكلتين بسببهم، عملنا عمليه في القرنيه، ان البنات فاكرين ان الميه حلوه جدا ان انا اغسل بيها العلبه بتاعه العدسات. مستحيل. الميه دي تلوث بالنسبه لنا. تمام. وفيها ميكروب خطير جدا اسمه اميبا. انا لما اجي هستعمل العلبه بتاعه العدسات لازم اغسلها بالمحلول بتاع العدسات، ينشفها، سيبها تنشف لوحدها، يعملها بقطن، مفيش مناديل. مناديل دي مهما كانت برضو معموله ريسايكلينج كده، مش معقمه كفايه. ايدي لازم تكون ناشفه كمان، انا ما بلهاش ميه كده وامشي بيها، لان انا بنت عندي عملت زرع قرنيه بسبب ميكروب في العين مسك في العدسه ولبست العدسه واستحملت البن والالم اللي كان موجود فيها، بوظت الكورنيا بعد كده. انا بقول بس ده مشكلتين بساط، ان احنا التعقيم بتاعها والوقت بتاعها اهم حاجه. انت تركز ادام انت هتلبس لينس، ان انت تبقى واخد بالك انا عقمت العدسه ازاي. تمام. ايديا وخدتها ازاي من المحلول. تاني حاجه الوقت بتاعها. احنا قبل الناس حتى ما تيجي، لما يجي يعملوا الليزك انا بطلب منهم ان هم يقلعوا اللينسز اسبوع قبل ما اعمل لهم الاشعه اللي قبل الليزك، لانها بتاثر على الكورنيا. ولازم نبقى عارفين ان الليزك ده طلع عشان يحل المشاكل اللي كانت بسبب اللينس. فدي مشاكل، يعني اقوى مشكلتين عندنا التلوث اللي بيحصل في العدسه، وحاجه يعني حاجه بتعمل سيرفيس ايرجولاريتي، يعني زي بهدله كده في القرنيه اللي احنا قلنا ان هي اهم اغلى حاجه. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك، انا يعني كنت متعمد اسال السؤال ده
لان انا في امور معينه مريت بيها او شفتها مع بعض البنات وكان فعلا الموضوع ده منتشر، وكانت المشكله موضوع التعقيم. انا عايزه اقول لك ان في استهتار ابعد مما تتخيل، مش الناس بس بتجيبها من الكوافير، لا ده بيبدلوها في الكوافير اصلا، باللون مش لاقي عليا. ما استغربش، لا في بص في مهازل جامده جدا بالذات لناس ما عندهاش. البنات اللي بحكي لك عليهم دولت قليل الخبر، فهي دي بالنسبه لها زي المانيكير، زي الرموش اللي بتقلعها وتحطها. حضرتك اضفتي اضافه المفروض ان هم يبقوا عندهم وعي بيها، اغلى حاجه في جسم هي الإنسان. ما يعرفوش ان الكورنيا دي انت بتركبها، هي الكورنيا دي انت مش شايفها، احنا بس اللي عارفينها، هي بالرغم ان هي 5 طبقات لكن انت شايفها قد ايه، كلها بالكتير ايه 500 مايكرون مايكرومتر، فهي طبعا جزء صغير جدا هم مش عارفين. طب عايزه يعني استغل وجود حضرتك واسالك على بعض المشاكل اللي بتقابل بعض الناس، وهو العمل مفاجئ او انعدام البصر مره واحده مرتبط بحاجات أو كتير. اوحش حاجه ممكن تحصل لنا لا قدر الله هو اي حاجه انا ممكن احلها، يعني التهابات، حاجه مشكله حصلت في العين اهو ليها حل. طب صدن فيجوال لوس او حد فقد الابصار، دي كارثه. وعلى العموم هي فيها نوعين، يعني انا ممكن صدن فيجوال لوس دي دائمة او ترانزينت وتتحل ان شاء الله. اخطر حاجه فيها تروما، خبطه. والتروما دي لدرجه تروما بسيطه، يعني خبطه ممكن تكون بسيطه. في ناس كانوا مؤهلين ان يجي لهم انفصال شبكي، واحد هاي مايوب كسر نظر حد مثلا، خبطه يمكن انت مش متخيلها. انا عندي بنت في الجامعه اتخبطت بخبطه عاديه جدا في الراس، بس هم الناس اللي عندهم هاي مايوب اللي عندهم كسر نظر عنيف اساسا بيبقى عندهم ضعف في الشبكيه في الاطراف، فالخبطه البسيطه اللي كانت في الراس دي انا فاكراها كويس. البنت دي كانت بتقولي ده انا مجرد بس اتخبطت، انا كنت بفك الستاره اتخبطت فيها وجالها انفصال شبكي في العين. الانفصال الشبكي دول يا ريت الناس اللي دول يجوا لنا بعد الخبط على طول. الانفصال الشبكي ده بيتعدله بالساعه. انت فصلت الشبكيه دي حته من العصب، انا عايزه ارجعها بسرعه، لان حتى ان الاشاره توصل تاني للعين وتشوف. احنا مهما كان حد عجال انفصال شبكي ان شاء الله بعد شهر انا بعمل له العمليه برضو، على عشان احنا برغم اي انفصال شبكي انا واجب ان انا ارجع الحاجه لنصابها اناتوميكال بوزيشن بتاعها اللي ربنا خلقه. انك ترجع تشوف بالعين دي تاني او لا بيحكمه عوامل كتير، انت فقدت قد ايه من الخلايا اللي كانت بتشوف فيه، ودي بتتحكم في انك قد ايه قعدت بالانفصال الشبكي اللي موجود فيه. تمام. فعلى فكره مش انت يعني شوف السؤال ياخد ازاي عام مفاجئ، بس ناس كتير بتيجي متاخرين كتير. يعني اذا الدكتوره الوقت وعامل الوقت مهم هي جدا. التروما بيجي لك اللي هو واخد خبطه بيجي لك. المشكله الناس اللي مش تروما وما بيجوش، يعني يعني متعود مثلا ناس عندهم ميه زرقاء ضغط العين عالي وهو متعود على الصداع ده بيجي له وبيحصل له ادابتيشن كده ان هو بيتعود على ان الضغط بيعلى وينزل ويعلى وينزل وبيجي له الصداع ده كتير. انا عندي ست حصل لها حادثه ربنا يعافي الناس، يعني لغايه دلوقتي احنا مش معرفينها ان هو النظر مش هيرجع في العين دي تاني. الضغط كان عالي وهي طنشت القطره بتاعه ضغط العين كام يوم، كان في عيد من الاعياد بيروحوا سينمات. عايز اقول لك ان الحاجات الاستيمولس اللي مثير لارتفاع ضغط العين الضلمه. فهي دخلت سينما كانوا طافيين النور، فحصل ان الحدقه بتاعت العين وسعت وكان عندها حاجه اسمها انجل كلوجر، برغم اصلا زاويه العين ضيقه، لما حصل اتساع في القرنيه مع الضلمه قفل على العصب بتاع العين وحصل فيجوال لوس فيها. الست دي ما جاتش في يوم عشان اقول لحضرتك، هي معتقده ان هي منها بتتعب وبضغط العين بيعلى وحصل صداع في الحته دي، هي جت لنا بعدها باسبوع وهي العين دي ما بتشوفش وضلمه تماما، لكن هي متخيله ان هي هتفك تاني من اي مرض كرونيك. العيان بيبقى عنده نوع من انواع الادابتيشن وده غلط. يعني الراجل اللي بتخبط او التروما ده بيجي تمام، ببقى يعني بنتصرف. اي سبب تاني ممكن ان هو يحصل في استهتار في الوقت وعقبال ما العين بالذات العين بالذات انت بتتكلم في خلايا حيه يعني رقيقه جدا وهم عددهم قد ايه، فبتبقى خطر طبعا. الناس اللي بتتخبط ديت ماشي، واشهر الخبطات عندنا في الاعياد. يا سلام بقى الاطفال ومسدس الرش ده لازم، مفيش ولا عيد بيعدي لازم عندك طفل وحصل مسدس ده. المسدس ده بيعمل لي مشاكل كتير جدا، من اول نزيف في العين لميه بيضه في العين لانفصال شبكي لمشاكل كتير، فربنا يعافي الجميع يجوا على طول. يا رب. عايز اقول لحضرتك سؤال اللي هو الامل والحاجه اللي دايما الناس كتيره بتسال عنها اللي هو عمليه الليزج، بس قبل ما نتكلم عنها ونتكلم ايه الحاجات والمزايا والسن اللي ممكن نقدر نتعامل فيه. احلى حاجه بقى في الليزك عندنا هنا قبل ما نتكلم عنها ناخد الفيديو ده لحضرتك. طيب تمام ماشي. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وبنسال الدكتوره قبل الفاصل، انا كنت عايز اقول عمليه الليزك شروط نجاحها، ايه السن اللي حضرتك بتبتدي ان انت تشتغلي، وهل لو السن عدى ممكن ان انت حضرتك تشتغلي؟ عايز الاول افرحك بموضوع الليزك ده من حاجه. اتفضلي.
اولا هنا عندنا عمليه الليزك مخفضه الثمن جدا، لان انا شفت بره وشفت هنا. لو حد بره عايز يعمل عمليه، انا عايز اقول لك ان فيها صعوبه جامده جدا، لانها مدرجه تحت اسم عمليات تجميل، هيموت ويعملها وبيجوا عندنا. احنا عندنا هنا لو يعني مثلا يبقى فيه زي سياحه علاجيه زي الموجوده في تركيا مثلا او كده، احنا نعمل العمليات دي كتير جدا، واحنا عندنا ريت كده. انا عايز اقول لك ان اول 100,000 حاله فيمتو على مستوى العالم، مصر دخلت ب 10,000 حاله، وده رقم كبير. عندنا الدكاتره عندنا ما شاء الله بروفيشنال، يعني بروفيشنال وكمان ايكونوميك، وده حلو قوي. لو جينا للليزك بقى، انا لو على ايه يعني بايدي ان انا اخلي كل الناس تقلع النظاره وتعمل التصحيح، اخلي ده لان السعر ايكونوميك، يعني بعيدا عن اللغط اللي بيحصل. واضح من كلام حضرتك ان نجاحها عالي جدا، لانك انت مش متحكم فيها، يعني العامل البشري فيها تقريبا صفر. وده يعني العيان بيبقى داخل قلقان، ودي مش عمليه يعني بصراحه يعني في العيون نتباهى بيها في ان احنا نبقى بروفيشنال زي ما حضرتك بتقول، لان التكنيك بتاعها هو بيعتمد على الجهاز تقريبا 70 و80% جدا. لا يعني هو الجهاز متحكم هي بس. انت عارف انا لو يقولوا لي مثلا، لو بندرب مثلا دكاتره صغيرين ولا كده، انا هدربه مش امتى يعمل ليزك، امتى الحاله اللي ما تعملش ليزك. لان انا عايزه الشباب الصغير او الدكاتره الصغيرين دول هعلمه مين الحاله اللي ما تعملش ليزك نادره. تمام، لان احنا عندنا اوبشنز لدرجه ان الجهاز عندنا في سيميوليتور، انا بدخل فيه يعني زي متخيل كده، دخل فيه الحاجات اللي انت عايزها الداتا كلها، ويوريني العيان ده بعد 20 و30 سنه وانسب حاله. وعشان كده بطلب من العيانين ما يجيش يطلب مني عمليه محدده، تيجي انا بنت خالتي عامله فيمتو، ارجوك اعملي لي فيمتو، عشان فيمتو دلع يعني، وان انت بتشوف في ساعتها. هم سموه فيمتو سمايل ليه؟ ليه سمايل؟ اللي من ضمن الاسباب، يقولوا اسباب كتير، بس سمايل ده لانك بتقوم من على ترابيزه العمليات شايف. انا افتكر اختي انا شخصيا، لانها كانت خوافه جدا جدا، فانا افتكر ان احنا واحنا بنعمل العمليه اول ما اتعدلت، ها يا ريهام عامله ايه؟ الله الدنيا جميله جدا، شايفه في ساعتها. لكن لو جينا نقول للشروط العامه بقى، عشان الناس ما تجيش مثلا متخيله ان هو الساحر الاعظم يعني. ايوه، اول حاجه ان العيان يكون تم 18 سنه. عندنا حد ادنى ولا يوجد حد اقصى، بمعنى ان انا عندي العيان يكون تم 18 سنه لسبب واحد بس، ان المقاس بتاعه يكون ثبت. انا تمام. قبل كده انا بضطر اغير مقاس النظاره علشان في نمو بيحصل في العين، فالمقاس صحيح. بتغير، مش ضعف زي ما الناس بتيجي فاكره. تيجي مرعوبه ان ابنها غير مقاس النظاره فنظره ضعف، لا لا خالص، هو المقاس اتغير عشان في نمو. فانا دلوقتي مسكت المقاس ثبت، فاعمل العمليه، ادي سن 18 سنه فيما فوق. وعايز اقول لك ان انا عندي ست كانت 65 سنه ومامتها عملوا في يوم واحد ما شاء الله. بس في شروط برضه، 65 سنه مامتها بقى. لا هي 65. لا يا باشا، هي 65 ومامتها بقى حاجه و80 عملوا في يوم واحد ما شاء الله. كانوا رايحين مصيف وقالت لي معلش مش ممكن هي تروح وانا يعني تروح من غير نظاره وانا اروح من غير نظاره، بس لازم السن. احنا قلنا السن الصغير عشان طب والسن الكبير؟ انفي حاجه واحده بس، ان ما عندوش ميه بيضاء، ولو عنده ميه بيضاء مش عايزاه يزعل برضو. انا وانا بقى بشيل له الميه البيضاء نحط عدسه تصلحه، هي بس في اختلاف ما شاء الله، يعني اختلاف بس شكل العمليه، هيمشي من غير نظاره برضو يعني مفيش مشكله خالص. بس احنا الناس الصغيرين عشان المقاس. طب والكبار؟ اعمل فحص صغير اتاكد بس ان ما عندوش ميه بيضاء. ما عندوش ميه بيضاء يعمل ليزك؟ طب عنده، واحنا بنشيل الميه البيضاء ونزرع عدسه بمقاس النضاره وشكرا مفيش مشكله. ايه تاني شرط بقى؟ ما يبقاش عنده عيوب خلقيه في العين. العيب الخلقي اللي عندنا منتشر الكراتوكونس او القرنيه المخروطيه، ده الوحيد اللي ما يعملش ليزك، لان هو ممنوع تعرضه للليزر. عيوب خلقيه زمان كانت في الاجهزه القديمه كانت بتترفض اوتوماتيك كده من الجهاز، لكن مع الحاجات الجديده مثلا زي الليزك اللي انت كنت شايفه من شويه، اسمه الليزك التفصيلي. انت ممكن تروح تشتري بدله مش بمقاسك، بدله ستاندرد مثلا، فهم عارفين 18 20 ده المقاس. وايه رايك بقى لو جبت لك الراجل بتاع البدل ده يفصل لك البدله بتاعتك؟ ولا احلى من كده، هي بتاعتك طبعا، بتاعتك بكل دفوهاتك كل حاجة موجوده مقاساتي. اوكي، انا كمان عندي ليزك مهما كان شكل القرنيه اسمه الليزك التفصيلي. ليه؟ عندي مطبط وتعرجات وكده، عشان كده الناس دول اللي بيتبسطوا بعد الليزك اكتر. ازاي؟ هو حتى كان بالنضاره يقعد يشكى ويقول لي انا مش شايف، يعني كواليتي اوف فيجن، مش شايف الصوره رايقه. انا دلوقتي الصوره بقت اروق. ليه؟ في الليزك، بسبب الليزك التفصيلي. الناس اللي انتم مش حاسين بيهم، اللي بيبقوا لابسين حتى النضاره ومصدع من النضاره، يجي له الليزك التفصيلي يعمل له مستين بقى. شلت لك النضاره وعملت المقاس في العين، كمان العيوب اللي كانت في القرنيه اتصلحت، اللي هي البدله التفصيل بقى اللي يشوف كواليتي اوف فيجن اعلى. يبقى احنا قلنا السن 18 تمام، وفوق مفيش مشكله، حد ادنى بس. شكل القرنيه، وده بيبان في الاشعه، ما تطلبليش نوع ارجوك، لان ده موجود جد كتير جدا من العيانين. ما تطلبليش نوع عمليه، خليها عندنا، لان انا خلي المسؤوليه عليا انا، يعني ما تجيش تقول لي انا عايز اعمل كذا.
طيب تابع معانا اتصال دكتوره ساره من القاهره عايزه تسال عن ليزك. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ساره عامله ايه؟ يا دكتوره وانا عندي 17 سنه ينفع من 17 17 24 ولا 17؟ 24 تمام مفيش مشكله خالص. احنا قلنا اهم حاجه نكون خلصنا ال 18 تمام حد ادنى لكن مفيش حد اقصى. مفيش حد اقصى، فحوصات بسيطه جدا، حتى ما بقيناش نجيب المريض قبلها، يعني بنيجي في نفس يوم العمليه ممكن نعمل كل الفحوصات اللي انتوا عايزينها عايزه قبل العمليه. يعني عايزه اسال حضرتك سؤال، ما ينفعش ان حضرتك استشاره طب جراحه العيون وتبقي معانا وما نسالهوش. الفطر الاسود والخطوره اللي ممكن تكمن للعين، هي مش الخطوره بس في العين، هو انا عايزه اقول لك ربنا يعافي الجميع، هو لو جت في العين بتبقى قبيل النهايه. يا رب ما تيجي في العين، يعني هي تشخيصها بقى احنا بنشوفه في العين. انا عايزه اقول لك الفطر الاسود هو رعب، رعب مش هو رعب بالنسبه لك بس، الفطر ده كائن اضعف مما تتخيل، ومكون من خليه واحده وحاجات، يعني ما يجيلش غير ناس اميون كومبرومايز ما عندوش ريحه المناعه. زمان كان اشهر ناس بيجي لهم الموضوع ده مرضى الايدز، وبعدهم على طول الديابيتك اللي مش متظبط، الناس اللي عندهم سكر ومش متظبطين ومناعته في الحضيض، يليهم الناس اللي بياخدوا كورتيكوسترويدز اللي هو الكورتيزون بكميات رهيبه كبيره، ودولت بيوقفوا المناعه تقريبا، بيخش ما بيلاقيش له اي صد خالص، فبيخش يتمكن من الجسم. طب بيجي بقى اعراضه في العين ايه؟ اعراض خطيره ومميزه جدا، اهمها الالم الجامد جدا، وجع جامد، والعين جاحظه جدا وما بتتحركش. ما بتتحركش، حبايه بتاعت العين ما بتتحركش، وبروبتوزس طالعه لقدام، والم جامد جدا. بس في المرحله دي بيبقى قبيل النهايه، لاني انا شفت الحالات دي. يعني ايه بقى لما تيجي الفطر الاسود في العين؟ الحته دي قريبه من حاجه اسمها الاوربيتال ايبكس، اللي هي الكافيرنس ساينس بتاع المخ. انت دخلت قوي في حته صعب جدا ان انا دخلتها. ده الفطر الاسود ده مشكلته اللي هو اتمكن من الجسم يعمل حاجه اسمها ديفيتاليزيشن، خد مني الحياه في الحته دي، لدرجه ان انا بعمل له سيرجيكال ديبرايدمنت للحته اللي دخل فيه. يعني مش زي مثلا الكورونا انا هعالجه، ده الحته اللي دخلتها وانت شاطر عايز تخفف المريض، غير ان انت بتدي له الانفوتريسين بي انتروفينس، او ان انت تدي له الحقن بتاع المضاد الفطر، لازم تدي له كمان الحته اللي دخل فيها وتقدر سيرجيكال تشيلها له جراحيا، تشيلها. يبقى ممتاز جدا ان انت تشيلها له، لان هو بيتمكن من الحته دي ينزع منها الحياه. بس كمان لما تخش في العين، انت وصلتني للمخ اللي هو صعب جدا، يعني المورتاليتي ريت او معدل الوفيات فيها عالي جدا. طب قبل ما اشكر حضرتك، لو عايزه توصلي رساله شكر لحد ساهم في وجود دكتوره وائل الشهابي في هذه المرحله. والله هم اهم حد، عيلتي من اول والدتي ربنا يديها الصحه، لزوجي وقف جنبي كتير، ولادي نفسهم بيساعدوا في الموضوع ده كتير، واستاذي الدكتور ممدوح الكفراوي عميد طب عين شمس الله يرحمه ما شاء الله. طيب عايز اشكر الدكتوره وائل الشهابي استشاري طب وجراحه العيون والليزك، وشرفتنا في البرنامج، وان شاء الله منتظرينك في حلقات تانية، ونوضح للساده المشاهدين اسئله كتيره هم كانوا عايزينها ان شاء الله. شكرا. كنت عايز اقول يا جماعه، في كل مره بنختم بحكايه. النهارده كان بيحكوا في الاثر سيدنا موسى عليه السلام، كان معاه اسره فقيره، راجل وامراه، كان الفقر تملك منهم جدا، لغايه ما زوجته بدأت تشور عليه وقالت له: لما لا تسأل نبي الله موسى عليه السلام أن يسأل الله أن يغنينا من فضله. فالراجل سمع بمشورة زوجته وفعلا كلم سيدنا موسى وقال: يا نبي الله، إني قد مسني الفقر حتى اشتكى مني، فسأل الله أن يغنيني من فضله. فسأل سيدنا موسى ربنا وقال: يا رب إنهم يريدون كذا وكذا. فقال الله: إني سأغنيهم ولكن عاما واحدا فقط. فلما جاء سيدنا موسى للرجل وقال: إن الله يقول كذا، فوافق الرجل وفتحت لهم أبواب الرزق من حيث لا يحتسبوا. فقالت المرأة الصالحة لزوجها: إذا كان هذا الرزق وهذا الغنى لمدة عام واحد، فلما لا نصلع للناس معروف يتذكروننا بعده. فجاءوا على قارعة طريق تمر عليها سبعة طرق يسافر عليها الناس، وجعلوا بيتا عظيما، وجعلوا فيه الطعام والثياب، وجعلوا فيه كل ما يحتاجه الناس، حتى المال جعلوه لمن أراد. وينتظر سيدنا موسى العام ينقضي شهرا بعده شهر، إلى أن انتهت السنة ولم يفتقروا. فتعجب سيدنا موسى من هذا الأمر، قال الله له: عام ثم يرجعون فقراء مرة أخرى. فقال: يا رب قلت لي عام ثم يرجعون فقراء.
فقال له يا موسى فتحت لهم بابا ففتحوا على العباد سبعة، أفيكون هم أقرب مني؟ لا أفكرهم أبدا. القصة حبيبي في مجملها إن أنت لو عايز أي شيء مسك فاسأل الله، لأن هو اللي بإيده كل الكون. ثم إن لو أنت في نعمة وعايز تحافظ عليها لازم أن تشكر ربنا على النعمة دي، والشكر مش إن أنت تقبل يداك، الشكر إن أنت تشكر ربنا وتعمل صدقات وتعمل خير، وربنا سبحانه وتعالى عمره ما هياخد منك النعمة. والفايدة العظيمة الثالثة إن الزوجة الصالحة نعمة ونعمة كبيرة، وشتان ما بين واحدة بتنصح جوزها بأن هو يعمل خير وأن هو يصل رحمه وأن هو يأكلها حلال، وما بين واحدة تانية هي شيطانة ما بتنصحوش إلا بالشر وقطيعة الرحم. حلقتنا للأسف انتهت، لكن حكايتنا لسه ما انتهتش، وكل مرة معانا حكاية جديدة وضيف مميز. جمعة مباركة، وإن شاء الله أشوفكم الجمعة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.